أعلنت الخارجية الروسية أن مناورات نوبل بارتنر 2022 في الأراضي الجورجية بمشاركة حلف شمال الأطلنطي الناتو تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جنوب القوقاز ككل. وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو ترى في هذا المسار المستمر لجر جورجيا نحو حلف شمال الأطلنطي الناتو و بتدقيقها بأنواع حديثة من الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية منتظمة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلف على الأراضي الجورجية يمثل تحديا لمصالح روسيا. وأضافت الخارجية الروسية أن مؤيدي الدعم الكبير لجورجيا يجب أن يكونوا على دراية بمدى مسؤوليتهم، وأن موسكو تأخذ في الحسبان تطوير التعاون بين تلبيسي والناتو بأكبر جدية ممكنة. هذا وأكد الكريملين أن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ما زالت تمثل تهديدا لأمن روسيا. هذا وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على حاجة روسيا للقيام بما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي التهديد الرئيسي لروسيا الذي يبرز الحاجة الملحة لضمان أمن موسكو ومصالحها الوطنية. كانت موسكو طالبت بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا في الحلف العسكري. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة. زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مدينة إزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف شرق البلاد. وقال زيلينسكي خلال لقائه بعدد من الجنود إن بلاده فخورة بما حققه الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية، وتعد هذه أول زيارة للأراضي التي استعيدت من الجيش الروسي هذا الشهر في هجوم مضاد، حيث وصل الجيش الأوكراني للحدود الروسية حسبما أعلنت كييف. شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. واعتبرت فون دير لاين في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن وقت التهدئة لم يحن بعد، مشيرة إلى أنها ستتوجه لكييف للقاء الرئيس زيلينسكي لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية بالتفصيل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر ستكون طويلة. وأوضح بايدن أن أوكرانيا تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للتراجع، لكن من غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحرب عند نقطة تحول أم لا. قال البيت الأبيض إن شحنة مساعدات عسكرية جديدة سوف يتم إرسالها إلى أوكرانيا قريبا. وفي تصريحات إعلامية أوضح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الشحنة تشتمل على أنظمة أمنية جديدة لكييف، مضيفا أن هذه الشحنة قد ترسل خلال الأيام القليلة المقبلة. وشدد المنسق الأمريكي على أن واشنطن تواصل الحديث يوميا مع الأوكرانيين. أكد صندوق النقد الدولي أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص احتياجاتها الناجم عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأوضحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا أوضحت أن هناك ما يقرب من 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات. وقالت مديرة الصندوق إن الأعضاء التنفيذيين لصندوق النقد كانوا إيجابيين للغاية بشأن خطط المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي. Да, проклятая.